الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عشر الإخوة والأخوات الأفاضل والفضليات، حقيقة هذه الأخت غفلتني، ولكن سمعا وطاعة. أنا قلت لها غادي نبداو بالبرنامج، يعني السيد مصطفى يبدأ بالجانب ديال الإصلاحات السياسية والاجتماعية، وبعده أبشر الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ولكن هذا هو قدر الله. سعيد جدا بهذا الجمع المبارك في هذا اليوم المبارك، كي نتواصل بيننا حول حصيلة العمل الحكومي خلال هذه الثلاث سنوات من الإصلاحات المهمة. وسأحاول في هذه الكلمة أن أركز على بعض النتائج التي جاءت بها هذه الإصلاحات، أركز على الجانب الاقتصادي والمالي أساسا. واسمحوا لي في البداية أن أعطي بعض الإشارات حول الوضعية المرجعية التي انطلقنا منها منذ تعيين الحكومة، وما تلاها من إصلاحات، لأختم هذه الكلمة بالوضعية الجديدة بعد مسار هذه الإصلاحات. تتذكرون جميعا أنه حينما تبوأنا هذه التجربة الحكومية كانت الوضعية على المستوى الاقتصادي والمالي ببلادنا صعبة، وصعبة جدا، باعتبار، وهذه تسمحوا لي أنني سأكثر من الأرقام حتى نكون يعني أكثر دقة، وحتى يظهر الفرق بين كما قلت الوضعية المرجعية والإصلاحات وأثرها على الوضعية الحالية. قلت في انطلاق عمل هذه الحكومة كانت نهاية سنة 2011 على المستوى الاقتصادي والمالي عرفت تدهورا كبيرا، باعتبار اختيارات اقتصادية سبقت هذه السنة، كان لأصحابها آنذاك اختيارات تلائم الوضع الذي كان سائدا في 2011 وما قبله، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي، لأن الولاية الحكومية السابقة كانت ولاية تعرضت لهزات على المستوى الاقتصادي باعتبار الأزمة الاقتصادية على المستوى الدولي، وآنذاك الحكومة السابقة ارتأت أن تعالج هذا الوضع الاقتصادي انطلاقا من اعتماد سياسة تدعم الطلب، تدعم الاستهلاك، تدعم الاستثمار، من أجل أن تعالج الاختلالات ديال التراجع ديال الأسواق الخارجية وديال الزبناء ديالنا الخارجيين وديال الطلب الخارجي على الاقتصاد الوطني. الوضعية كانت صعبة، فآنذاك ارتأت الحكومة من منطقي مسؤولية أن تعالج الوضع بهذه الطريقة، إلا أن هذا الأمر عرف محدوديته وأظهر محدوديته في نهاية 2011 بداية 2012 مع تولي هذه الحكومة للمسؤولية، باعتبار أن هذه السياسة التي اختيرت آنذاك كانت سياسة تعتمد على وضعية من الناحية المالية، كانت وضعية ملائمة، باعتبار أن سنوات 2007 و2008 و2009 وحتى 2010 على الأقل في 2007 و2008 كان هناك فائض على مستوى الميزانية، وبالتالي كانت هوامش متاحة على المستوى الميزانية يمكن أن تستعملها الحكومة لتدعم الاقتصاد عبر دعم الاستهلاك ودعم الطلب، ولكن هذه الهوامش نفذت بنهاية 2011 ومع نهاية 2012، وحينما وصلنا الصورة آنذاك وهو في نهاية سنة 2011 كان عجز الميزانية قد تجاوز 6%، وتعلمون أن هذه القضية ديال العجز ديال الميزانية والعجز على المستوى الاقتصادي من تتنطلق العملية هي عبارة عن كرة من الثلج لا تتوقف إلا
باعتماد قرارات صارمة، والدليل على ذلك أنه 2012 في نهاية السنة الأولى للحكومة أنهينا السنة المالية بعجز تجاوز 7% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعادل تقريبا 60 مليار ديال الدرهم ديال العجز. كلها ملي تنقول 60 مليار ديال الدرهم ديال العجز معناه أنه كلها من أجل تمويل هذه حالة، يعني استحقاقات مالية كلها يلجأ فيها إلى الدين من أجل تمويلها. وبالتالي ملي تنقول 60 مليار ديال العجز هي 60 مليار ديال المديونية الإضافية على الستوك اللي كاين في 2011. ونفس الإشكال عشناها على مستوى العجز ديال الحساب الخارجي اللي وصل القمة ديالو منذ سنوات، 9.7% من الناتج الداخلي الخام. معناه أن وهذا إذا كان أثر عجز الميزانية ديال أكبر من 7% على المديونية، الأثر ديال العجز الخارجي هو على التقليص ديال الحجم ديال العملة الصعبة، وكلاهما إشكال حقيقي. الأول يؤثر على المديونية، والثاني يؤثر على قدرة المغرب على أداء استحقاقاته بالعملة الصعبة، وبالتالي أداء وارداته اللي فيها جانب معيشي، جانب معيشي وجانب ديال المعيش، منها الواردات المتعلقة بالمواد الاستهلاكية، وفيها جانب اقتصادي باعتبار الواردات ديال التجهيزات والواردات من الطاقة التي تدعم الاقتصاد الوطني. ده الوضعية هي هذه. والمؤشر الثالث والخطير كذلك، وهو الانحدار والتراجع ديال العملة الصعبة، ديال الاحتياطي من العملة الصعبة، الذي أصبح يلامس الخط الأحمر يعني أقل من 4 أشهر. وهاد الثلاثة، العجز ديال الميزانية والعجز ديال الحساب الخارجي والاحتياطي من العملة الصعبة، ماشي غير وصلوا لواحد المستوى من الخطر، ولكن كذلك وصلوا ومشينا في منحدر سلبي، يعني ماشي غير واحد السنة ظرفية وسنعود إلى الصواب، ولكن تعرفت واحد التراجع من 2010 ل 2011 ل 2012 ماشيين في واحد انحدار سلبي. هذه الوضعية، هذه المرجعية اللي تنتكلم عليها، هي التي في الحقيقة كانت في نفس الوقت هي وضعية خطيرة، ولكن كانت في نفس الوقت وضعية فرصة من فرص الإصلاح، باعتبار دائما الأزمة والاشتداد ديال الأزمة هو فرص من فرص الإصلاح، ليسهل العملية ديال الإصلاح ويسهل القابلية ديال الإصلاح. فآنذاك اعتمدت الحكومة مجموعة من الإصلاحات، قلنا لا بد من التصدي إلى إصلاحات على المستوى الهيكلي ديال الاقتصاد الوطني، سواء على المستوى ديال الميزانية العامة أو على المستوى ديال الاقتصاد ككل أو على المستوى المالي داخل هذا، من أجل الإنعاش والتمويل ديال الاقتصاد الوطني. فجاءت مجموعة من الإصلاحات اللي هي في الحقيقة إصلاحات في نفس الوقت تهم الميزانية العامة ولكن كذلك تهم الاقتصاد الوطني. وآنذاك تبين من الوهلة الأولى أنه من بين إشكاليات التي تؤثر سلباً على الميزانية العامة، بالإضافة لأنه هناك ينبغي أن يكون هناك مجهود على مستوى الموارد وعلى مستوى الإصلاح ديال النظام الجبائي، وأن يكون هناك مجهود على مستوى ترشيد النفقات بصفة عامة، أن يكون هناك مجهود خصوصي على نظام المقاصة ونظام الدعم. وهذا النظام كان موضع نقاش على الأقل في الأروقة الحكومية في منذ سنوات، حتى إن لم يكن نقاشاً أو أصبح نقاشاً عمومياً مع هذه الحكومة، الوقع دياله والأثر دياله السلبي على التوازنات كان مطروحا للنقاش على المستوى الرسمي وعلى المستوى الحكومي. فآنذاك تبين بأن هذا النظام له مجموعة من الإشكاليات، أولها أنه يؤثر سلبا على العجز ديال الميزانية ويرهن المستقبل ديال الميزانية، ويرهن كذلك الاختيارات التي يمكن أن تكون على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي، باعتبار أن سنة 2012 كانت نذيرة خطر بالنسبة لهذا النظام اللي وصل القمة ديالو 56 مليار ديال الدرهم تقريبا. العجز اللي كان في 2012 اللي قلت أكبر من 7% هو تقريبا يساوي
الحجم ديال النظام ديال المقص، والنفقات الأخرى هي نفقات لا يمكن التعامل معها، أو يعني يمكن ترشيدها ولكن لا يمكن أن تؤخذ فيها قرارات صارمة بالطريقة التي تؤخذ في المقص، التي يمكن أن تؤخذ في المقص. فبالتالي تبين أن النظام ديال المقص هو أولا نظام له أثر على العجز ديال الميزانية، أثر كبير جدا، وثانيا والأخطر من الأثر أن هذا الأثر على النظام ديال المالية العمومية لم يكن أثرا لا متوقعا ولا متحكما فيه. والدليل على ذلك إذا عدتم إلى الميزانيات ديال 2010 و2011 و2012 ستجدون أن الغلاف المالي الذي خصص للمقاصة هو أقل بكثير من الغلاف المالي الذي أنهينا به السنة. في 2012 القانون ديال المالية الأول كان يتحدث على واحد 25 مليار ديال الدرهم لا يتجاوزها، والسنة انتهت ب 56 مليار ديال الدرهم، و2011 كذلك و2010 كذلك. وهذا هو الخطر، يعني يا ليت أن هذا النظام فقط هو له أثر على الميزانية ولكن أثر مضبوط. الأخطر وهو أن له أثر سلبي، ولكن أن هذا الأثر لا تعرفه إلا في نهاية السنة، وبالتالي هي سياسة لا تتحكم فيها الحكومة، بل هي سياسة الحكومة من ورائها تخدم هذا النظام. ومنين تيطيح ديك الفاكتورة خصك تقلب باش تخلصها. وبطبيعة الحال المسألة الثالثة اللي هي انتبهنا لها واللي كانت واضحة من خلال التقارير الرسمية، أن هذا النظام ليس نظاما للدعم لا للقدرة الشرائية ولا الفئات الضعيفة، وإنما هو نظام تستفيد منه بحصة كبيرة، صحيح تستفيد منه الفئات الضعيفة وصحيح يدعم القدرة الشرائية، ولكن كذلك من ناحية ديال النسب ديال 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 الدعم أن النسبة الكبيرة تذهب إلى قطاعات وتذهب إلى فئات في غنى عن هذا الدعم وتذهب إلى أمور أخرى. فكان هذا الإصلاح ومعه، ولذلك انطلق هذا الإصلاح، والحمد لله اليوم يمكن أن نفتخر ونحمد الله سبحانه وتعالى على أن هذا الإصلاح بلغ واحد المدى ديالو اللي حقق كل هذه الإشكالية، حقق عالج كل هذه الإشكاليات التي كنا نتحدث عنها. عالج الأمر الأول أننا أصبحنا نعرف حين قانون المالية وحين نهاية السنة شحال غادي تسوى المقصة. مثلا هذه السنة 23 مليار ديال الدرهم، 23 مليار ديال الدرهم إن شاء الله الرحمن الرحيم، 22.9 بالضبط. وقلصنا الهامش ديال هاد الإمكانية ديال التأثير السلبي ديال نظام المقاصة على الميزانية العامة، وكذلك حررنا بصفة نهائية على الأقل على المستوى ديال المحروقات السائلة العلاقة التي كان يشتكي منها الجميع. المواطن يشتكي أن هناك أموالا تهدر، الحكومة تشتكي أن هناك أموالا تهدر، وأصحاب الفاعلين في هذا المجال تقولوا إحنا ما دايرين والو. دابا اليوم الأمر بأيديهم، هؤلاء الفاعلين راهم في واضح يشتغلون في واضحة النهار مع المواطنين، لا ليسوا لا متهمين ولا يتهمون، وأصبح الأمر القطاع يشتغل بحرية ويشتغل في إطار الاقتصاد الوطني ويساهم في الاقتصاد الوطني. وهذا في حد ذاته إصلاح حقيقي، باعتبار أن الأمر أصبح شفافا، وأن نظام الدعم على المستوى ديال المحروقات السائلة أصبح شفافا، وعالجنا واحد الاختلال كبير وكبير جدا. المسألة الثانية اللي كانت من بين الإصلاحات المالية المهمة هو إصلاح ديال المكتب الوطني للماء والكهرباء، والتعامل معه كان بنفس الطريقة، باعتبار أن هذا المكتب له أثر على الميزانية العامة وله أثر كذلك على الاقتصاد الوطني، باعتبار أن هذا المكتب هو يعني واحد المؤسسة استراتيجية فيما يتعلق بالتمويل ديال الاقتصاد الوطني بالطاقة، بالإضافة للطاقة كخدمة عمومية أو كاستهلاك منزلي. الجانب الكبير يذهب إلى الطاقة كمورد يزرع يعني الروح في الاقتصاد الوطني. وبنفس المنطق هذا المكتب مرة أخرى للتاريخ
وضعيته المتأزمة على المستوى المالي وإشكاليته على المستوى الاستثمارات بما فيها تأجيل الاستثمارات، لم ينشأ هذا المشكل وهذه الأزمة لم تنشأ مع هذه الحكومة. هذا المكتب والعقد ديالو، التعاقد الذي كان العقد البرنامج، كان مطروحا على الطاولة منذ سنوات، والنقاش حوله كان مطروحا منذ سنوات، بما فيه الجانب ديال أن تتحمل الدولة مسؤوليتها وأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في معالجة إشكالية التعريفة. هذا ملف كان مطروحا على الطاولة منذ سنوات. الجديد وهو أن الحكومة تعاملت معه كما تعاملت مع نظام المقاصة، وكما ستتعامل وتعاملت مع نظام التقاعد الذي سأتحدث عنه بعد قليل، بنفس المنطق أن هناك إشكال حقيقي بمنهجية المسؤولية، بمنهجية المصارحة والمكاشفة مع المواطنين، أن هناك إشكال حقيقي. هل يمكن تأجيله؟ يمكن تأجيله لربح الوقت ولتعميق المشكل وللرفع من الفاتورة، لأنه النظام ديال المقاصة والمكتب الوطني للماء والكهرباء والتقاعد، هذه الإصلاحات كان يمكن أن تكون في السابق بفاتورة أقل، وكلما أجلت وكلما تعامل مع المسؤولون بطريقة غير مسؤولة وربح الوقت وربح الإمكانيات التي يعني تسمح بها هذه الملفات من أجل ربح بعض السنوات، كلما زادت الفاتورة، وكلما كانت الفاتورة بالنسبة للدولة ككل وللميزان وللاقتصاد الوطني وللمواطن أكثر كلفة. ولذلك في إطار المكتب الوطني للماء والكهرباء، الموقف كان أن أولا الاستمرارية ديال الخدمة العمومية في خطر، والدليل على ذلك أن استثمارا مهما كان مطروحا على الطاولة منذ سنوات جاهزا، ولكنه كان مؤجلا من طرف المستثمرين باعتبار أنه لم تكن لهم الرؤية اللازمة بخصوص هذا المكتب. يا إما أن يكون الإصلاح وتستمر الاستثمارات من أجل الضمان ديال الإنتاج ديال الطاقة وديال الخدمة العمومية، وأن لا يكون هناك إصلاح وتؤجل هذه الاستثمارات. فكان موقف الحكومة وبنفس المنطق أن هذا الإصلاح ينبغي أن يكون اليوم، وأن يكون بطريقة متدرجة، أن تتحمل فيه الميزانية العمومية ما بإمكانها أن تتحمل، وأن تحمل جزءا من الإصلاح للمكتب باعتباره كذلك مسؤولا، وأن تحمل المواطن جزءا من هذا الإصلاح، ولكن ليس كل المواطنين. إذن هذه الإصلاحات كلها تمشي بهذه الطريقة: أولا تحمل المسؤولية في اتخاذ القرار بشأنها، التدرج في تنزيلها، أن تتحمل الميزانية العامة جزءا من الإصلاح وجزءا من كلفة الإصلاح ما أمكن، وأن تحمل المواطنين بطريقة انتقائية، يعني بطريقة المواطن الذي يمكنه أن يتحمل. وذلك جاء إصلاح ديال المكتب الوطني للماء والكهرباء بكلفة بلغت 45 مليار ديال الدرهم، النصف ديالها تقريبا تتحمله الميزانية العامة 22 مليار ديال الدرهم، جزء ما بين 9 حتى 10 يتحمله المكتب من خلال إصلاحات داخلية، الرفع ديال المردودية والتجنب ديال الهضر واحد المجموعة ديال الأمور، ويتحمل المواطن الباقي 13 ديال المليار ديال الدرهم على 3 ديال السنوات ديال الإصلاح. وكذلك داخل هاد 13 ديال المليار أن يعفى جزء من المواطنين من تحمل كلفة الإصلاح. نفس الشيء بالنسبة للتقاعد، وهذا الإصلاح ديال المكتب الوطني للماء والكهرباء بهذه المنهجية وبهذا المنطق، حينما وقع العقد لم يمر يعني أيام، لم تمر أيام قليلة بعد توقيع العقد حتى تم إحياء استثمار كان مطروحا في قاعة الانتظار، إصلاح الذي سيمكن بلادنا في أفق 2018 إن شاء الله الرحمن الرحيم من توفير ما يناهز 25% من استهلاكها من الطاقة، ومشروع بجوج فاصلة 6 ديال المليار ديال الدولار من مستثمرين أجانب كانوا يعني في هذا النقاش حول هذا الاستثمار منذ سنوات، ولكن كان لا يمكن أن يتخذوا هذه الخطوة
بالإقدام على التوقيع على الاستثمار والبداية فيه إذا لم تكن لهم الرؤية اللازمة بأن هناك حكومة تتحمل مسؤوليتها في إصلاح المكتب وتعيد العافية المالية للمكتب. وكذلك من حسنات هذا الإصلاح بالإضافة لكون أنه هذا الاستثمار أصبح يعني تم إحياؤه، كذلك من الناحية الاقتصادية المكتب الوطني للماء والكهرباء كان ما يقارب من 1400 شركة تشتغل معه على حافة الإفلاس، هناك من لم تؤد إليه استحقاقته، الشركة التي لم تؤد إليها استحقاقتها من أكثر من سنتين. بين التاريخ ديال التوقيع على العقد البرنامج في ماي 2014 ونهاية السنة المالية 2014 هذا الأمر أصبح في خبر كان، كل الشركات أخذت استحقاقتها تقريبا ما يبلغ 3 ديال المليار ديال الدرهم التي دفعت لأصحابها التي كانت تنتظر منذ سنوات. واليوم المكتب الوطني للماء والكهرباء في وضعية عادية وسليمة مع الموردين ديالو ومع الشركات التي تشتغل معه، وهذا في حد ذاته مهم جدا لأن طبيعة الحال هناك حقوق لأصحابها، ولكن هناك وراء هذه الشركات 1400 شركة هذه راها مجموعة من الأسر والتي تساهم في الاقتصاد الوطني بما فيها جزء من الشركات تقريبا 140 اللي هي شركات أجنبية. وبالتالي ما هي الصورة التي ستعطيها هذه الشركات الأجنبية حول شركة لا تؤدي استحقاقتها إلا بعد سنتين، في حين أن في بلدانها آخر أجل الأداء لا يمكن أن يتعدى 30 يوم أو 60 يوم على أبعد تقدير. وبالتالي هذا الإصلاح كان لازما ولا يمكن تأجيله. نفس الشيء بالنسبة لإصلاح أنظمة التقاعد، ملف مطروح على طاولة النقاش منذ سنة 2003، الوزير الأول السيد رئيس جطول الله يذكره بخير أحدث آنذاك وعيا منه بالإشكالية ديال الموضوع، أحدث آنذاك في 2004 رصا لجنة وطنية ولجنة تقنية، واشتغلت اللجنة التقنية لمدة تناهز 10 سنوات، مئات الاجتماعات، وأصبحت تشخيص مشتركا بين الجميع، والكل يعرف الحالة ديال هذه الأنظمة اللي هي بكل بساطة أنظمة ستصل إلى الإفلاس في أفق منظور. ومن تنقل الإفلاس معناه أنه لن تصبح قادرة على دفع المعاشات لأصحابها بكل بساطة. والإشكال الآخر، إشكال ديال هذه الصناديق ديال التقاعد ليس فقط إشكالا اجتماعيا باعتبار أن مجموعة من الأسر تنتظر هذا الدخل، ولكن كذلك إشكال اقتصادي باعتبار أن الاحتياطيات التي توفرها هذه الصناديق ليست مركونة أو محجوزة في مكان ما، هي تشكل جزءا من السيولة التي تمول الاقتصاد الوطني والتي تمول المقاولات الوطنية والتي تمول الإنعاش الذي يعترف به الاقتصاد الوطني. وبالتالي إذا أهلكت هذه الاحتياطيات أو نقصت بفعل تأخير الإصلاح فإنما هي سيولة ستحجز من السوق المالي وبالتالي ستصبح عسرا على الاقتصاد الوطني وعلى المقاولات الوطنية. وبالتالي هذا الإصلاح كان لا بد منه. اليوم نحن تقريبا في اللحظات الأخيرة ديال النقاش مع الشركاء الاجتماعيين حول هذا الملف، ومرة أخرى سنتعامل معه بنفس المنهجية، سنتحمل فيه المسؤولية اللازمة باعتبار أنه لا يمكن تأجيله، لا يمكن تأجيله باعتبار أنه أجل، يمكن تأجيله إلى ما بعد 2016 وربح هاتين السنتين، ولكن الفاتورة ستكون أثقل على الميزانية العامة وعلى المتقاعدين وعلى المعنيين بالأمر. وبالتالي سنتعامل معه بنفس الطريقة، بطريقة التدرج في التنزيل ديالو، بطريقة أن الميزانية العامة ستتحمل كذلك جزءا من كلفة الإصلاح. هذا مزيان أنا فيه من شد ذلك ما مزيانش هذا.
قلت ستتحمل الميزانية العامة جزءا من الإصلاح وجزءا من كلفة الإصلاح، ستتحمل الصناديق جزءا من كلفة الإصلاح، وسيتحمل المعنيون بالأمر جزءا من كلفة الإصلاح بطريقة متدرجة، بطريقة ستحاول أن تكلف هذه الكلفة ديال الإصلاح بطريقة متناسبة مع القدرة ديال المعنيين بالأمر. والمسألة الثالثة بالحفاظ على الحقوق المكتسبة للمعنيين بالأمر سواء كانوا موظفين اليوم أو كانوا متقاعدين اليوم. وبالتالي كان لا بد من هذه المسألة الرابعة، وهذه الإصلاحات كلها ثلاثة على الأقل كعناوين ديال المقاصة وديال المكتب وديال التقاعد. أولا كيف ما قلت تضمن استمرارية النموذج التنموي المغربي، باعتبار أن الميزانية العامة أو الدولة حتى الذين يقولون بأنه يمكن هذه الإصلاحات يمكن أن تتحملها الدولة، أولا الدولة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحمل لوحدها فاتورة الإصلاح. القدرة ديال الدولة والمساحة المالية التي تتوفر عليها الدولة معروفة ومضبوطة، والأموال التي تعبأ مصروفة أصلا، معروف كل حاجة فين ماشية، وبالتالي الإمكانيات ديال الاقتصاد التي يمكن أن تكون على مستوى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحمل هذه الإصلاحات، لأن إصلاحات كبيرة وتبعاتها المالية أكبر، وبالتالي لا يمكن للدولة وحدها أن تتحمل. ولذلك الأمر هذه الإصلاحات بهذه المنهجية، منهجية المسؤولية والمنهجية ديال التدرج والمنهجية ديال التعاضد في التحمل ديال الكلفة والمراعاة ديال الشرائح من المجتمع، هذه الإصلاحات بهذه المنهجية تضمن استدامة هذا النموذج، باعتبار أنها تضمن استدامة الخدمات العمومية، استدامة هذه الأنظمة ديال التقاعد والخدمة التي تقدمها اللي هي قدرة شرائية اليوم بالنسبة للمحالين على التقاعد اليوم وللموظفين الذين يشتغلون وسيحالون على التقاعد غدا، وتضمن استدامة هذا النموذج التنموي باعتبار أنها توفر هامشا للتحرك بالنسبة للحكومة الحالية والحكومات المستقبلية. هذه الإصلاحات في الحقيقة ليست هي إصلاحات ينبغي أن تشكر عليها هذه الحكومة، لأنها ستستفيد منها لقسط مضبوط من الناحية الزمنية، والمستقبل يعلمه الله، ستستفيد منها حتما الحكومات المستقبلية، لأنها ستحرر الميزانية العامة وستحرر مجموعة من القطاعات من الإشكاليات التي تعيشها والتي كان لابد من إصلاحها، والتي ستوفر هوامش مالية حقيقية يمكن آنذاك اليوم وغدا أن يبث في طريقة صرفها نحو استثمارات حقيقية على المستوى الاقتصادي اللي هي تضمن الإنتاج وتضمن يعني الفرص الشغل وتضمن النمو ديال البلاد، وعلى المستوى ديال البنيات الاجتماعية اللي هي تضمن تطوير الخدمات على مستوى مجموعة من القطاعات. وبالتالي هذه الإصلاحات هي إصلاحات حقيقية، إصلاحات في العمق من حيث أنها تحرر للدولة وتحرر المسؤولين وتحرر الحكومات من الأغلال التي كانت تعاني منها على مستوى التحرك في الموارد ديال الدولة. بالإضافة لهذه الإصلاحات هناك كذلك إصلاحات حقيقية على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى المالي. على المستوى الاقتصادي قلت في البداية أن ديك اللوحة المرجعية كان فيها إشكاليات باعتبار اعتماد دعم الطلب. اليوم في 2015 انطلاقاً من هذه السنة ومن قانون المالي 2015 جئنا بإصلاح يعيد التوازن للنموذج الاقتصادي المغربي، واللي هو أصبح موضوع نقاش الكل، أصبح اليوم على الأقل على مستوى ديال البرلمان وعلى المستوى ديال الاقتصاديين تقولوا بأن النموذج الاقتصادي المغربي وصل مداه باعتباره أنه ركز على الاستهلاك، والتركيز على الاستهلاك تعطي نتيجة، ولكن إذا كان في المقابل ما يستهلك ينتج محليا. كاين اقتصاديات بحال ألمانيا
ودول أخرى تشجع الاستهلاك، حكومتها تشجع الاستهلاك، ولكنها تعلم أنها حينما تشجع الاستهلاك فهي في نفس الوقت تشجع أوتوماتيكيا الإنتاج، باعتبار أن ما يستهلكه الألماني ينتجه الألماني. الإشكال اللي عندنا وهو أننا ركزنا على الجانب ديال الطلب وعلى الجانب ديال 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 الاستهلاك، ولكن في نفس الوقت ضيعنا واحد التركة اللي كانت عندنا على المستوى الاقتصادي ولا سيما على المستوى ديال الصناعة. ولذلك باعتمادنا في سنة 2014 للاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية لتسريع التنمية الصناعية، وباعتمادنا في القانون ديال المالية 2014 على إحداث صندوق دعم الاستثمارات والصناعة اللي هو صندوق يهدف إلى إعادة الاعتبار للتصنيع وإلى دعم التصنيع، نوفر شروط دعم الإنتاج كما هناك دعم للاستهلاك. وهذا الدعم ديال الإنتاج طبيعة الحال فيه جزء سيستجيب إن شاء الله الرحمن الرحيم للإمكانيات المتاحة على مستوى الاستهلاك الداخلي، وسيستجيب كذلك للإمكانيات المتاحة على المستوى ديال الأسواق الخارجية. وفي بنفس المنطق ديال الدعم ديال العرض والدعم ديال الإنتاج والدعم ديال المقاولة، قامت الحكومة بإصلاحات مهمة على مستوى مجموعة من الأمور وعلى مستوى أمور بكل تواضع كانت معطلة لسنوات. القضية ديال المعالجة ديال البيطوار في الضريبة على القيمة المضافة، وكاينين هنا إخوان وأخوات اللي هما اقتصاديين وتعرفوا هذه الإشكالية، هذه الإشكالية منذ سنة 2004 المرسوم اللي غادي نصدقوا عليه قريبا إن شاء الله الرحمن الرحيم راه معروض في الأمانة العامة للحكومة، سيعالج هذه الإشكالية بصفة نهائية على الأفق ديال 3 ديال السنوات 15 16 17. هاد الناس اللي تيتسالوا الفلوس من 2004 إلى يومنا هذا ستصرف لهم مستحقاتهم ما بين 15 و16 و17. الإشكال اللي كان في الديكالاج ديال التيفيا نفس الشيء. الإشكال اللي كان على المستوى ديال المتأخرات ديال مجموعة من المقاولات وبالدرجة الأولى مركزة على قطاع معين واللي هي نتيجة ديال التأخر ديال الأداءات منذ سنوات. لا هاد المتأخرات هذه على الأقل في قطاع معين معروف ما غاديش نذكره منذ سنوات، عالجنا في 2014 جزءا منه وبدأنا في 2015 لمعالجته جزء منه، وسنعالج الباقي في هذه السنة إن شاء الله الرحمن الرحيم على أمل أن نطوي هذا الملف هذه السنة. وهذه الأمور هذه ديال المعالجة ديال المقاولات، هناك البعض من يقول بأنكم ركزتم المجهود على المقاولة. صحيح أننا ركزنا المجهود على المقاولة، ركزناه من باب أن هذا أولا حقها، لأن هذه أمور هذا بني تنتكلم على هذا القطاع راه هذه تجهيزات تم تشييدها، بل الأبناء في الأقسام تقروا في الأقسام والناس والشركات ما تخلصوش، وبالتالي هذه حقوق. ولكن بالإضافة لكونها حقوق هذه هناك من الشركات من أفلس، وهذه الشركات اللي اكتسبت هذه الخبرة هذه في هذه الميادين في الميدان ديال البناء وديال الأشغال العمومية حينما تفلس راه الإغلاق، وبالتالي فرص الشغل تضيع والاقتصاد الوطني يضيع وحتى الموارد الدولة تضيع. مني ما تتخلصش الناس راه الشركة تتسد وما تعطيكش الضرائب، وبالتالي واحد الدورة سلبية أنت تؤثر على المقاولة والمقاولة تؤثر عليك. وبالتالي هذا الجانب هذا ديال المعالجة ديال الإشكاليات التي تعاني منها خزينة المقاولات باعتبار أن هناك أمور كانت معطلة منذ سنوات على المستوى ديال الضريبة على القيمة المضافة أو على المستوى ديال الأداءات التي للشركة التي قامت بالخدمات وقامت بالواجب، كذلك نضعها في خانة دعم الإنتاج ودعم المقاولة. نختم بواحد الأمر أخير فيما يتعلق بالإصلاحات المالية قبل أن أعطي النتائج ديال هذه الإصلاحات. الإصلاحات المالية كذلك، وهذا يعني الأمر الأخير، في هذه الثلاثة ديال السنوات القطاع المالي اللي تنتكلم على القطاع المالي هو الأسواق المالية كلها، الجانب البنكي، الجانب ديال السوق الرسامل، والجانب ديال السوق ديال التأمينات. هذه الثلاثة ديال القطاعات شهدت إلى حدود اليوم ما يفوق على 15 قانون قدمته الحكومة إلى البرلمان وتمت المصادقة عليه. وهذه القوانين فيها ثلاثة ديال الأمور: هذا الإنتاج التشريعي
في هذا المركز في هذه ثلاثة السنوات حول هذا القطاع إنتاج تشريعي استثنائي بفضل الله سبحانه وتعالى، باعتباره أنه ركز أولا على الجانب ديال الرفع من القدرات ديال المؤسسات التي تسهر على هذه على هذا القطاع، المؤسسات التي تراقب هذا القطاع من مثل بنك المغرب والصندوق ديال والهيئة المغربية لمراقبة سوق الرسامين والهيئة المغربية لمراقبة سوق التأمينات. الهيئات هذه بثلاثة القوانين ديالها، جوج ديال القوانين ديال الهيئة ديال سوق الرسامين وديال التأمينات خرجت للوجود، وبنك المغرب اليوم راه معروض في الأمانة العامة للحكومة. الرفع من القدرة المؤسساتية لهذ الثلاثة ديال المؤسسات اللي هي تؤدي دورا مهما في السوق المالي. إذا الجانب ديال الرفع من القدرات المؤسساتية ومن الاستقلالية ديال المؤسسات ديال المراقبة التي تضمن الاستدامة ديال السوق. الجانب الثاني هو الجانب ديال التنويع ديال المنتجات المالية المقدمة لعموم المواطنين والمواطنات، فيها أولا البنوك التشاركية، فيها ثانيا مجموعة من المنتجات المالية المطلوبة في الأسواق، وفيها ثالثا فتح آفاق بالنسبة للقطب المالي للدار البيضاء اللي هو أراده المغرب أن يكون قطبا ماليا جهويا يجلب المستثمرين من الخارج متوجه نحو السوق الإفريقية. وبالتالي في الظرف ديال هذه الثلاثة سنوات أكثر من 15 قانون تهم القطاع المالي بمختلف مكوناته تسعى إلى الرفع من القدرات ديال المؤسسات ديال المراقبة، وفي نفس الوقت تسعى إلى الرفع من القدرات ديال القطاع المالي من أجل أن يسهم في تمويل الاقتصاد الوطني عبر كل المنتجات. هذه النتيجة النهائية ديال هذه الإصلاحات على المستوى ديال المالية العمومية، على المستوى ديال القطاع المالي، على المستوى ديال الاقتصاد الوطني، اليوم الحمد لله النتائج ديال هذه الإصلاحات بدأت تظهر. أولاً باعتبار أن ديك المنحة السلبي والتراجعي اللي كان على المستوى ديال المؤشرات المالية أولاً تم توقيفه، وبدينا نحو نتوجه نحو في منحة إيجابي نحو التوازن. العجز ديال الميزانية في 2014 وصل 4.9% من الناتج الداخلي الخام، نتوقع لهذه السنة إن شاء الله 4.3% في أفق 3.5% من في 2016. هذا الرقم صحيح مازال كبير، لأنه من تنقلوا 3.5% معناه أنه كاين المديونية معه، ولكن هناك تحكم وهناك عودة نحو مسار إيجابي. والدليل على ذلك أن المديونية اللي كانت من 2009 إلى حدود 2013 خضت واحد المنحة سلبي ديال الارتفاع بوتيرة ديال معدل سنوي يفوق 4%. ما بين 2009 و 2013 كنا كل عام المديونية ديال المغرب تزاد ب 4%. ما بين 2013 و 2014 لأول مرة بعد هذه السنوات تنوقف هاد الوتيرة ديال الارتفاع السريع ديال الدين العمومي، وتنمر من وتيرة ديال 4% إلى 0.4%، يعني قسمنا هذه الوتيرة على عشرات المرات في أفق أن نمشي نحو التراجع. إذن حققنا على الأقل استقرار ديال المديونية ما بين 13 و 14، 0.4% ديال الزيادة عوض 4% ديال المعدل سابقا، هناك استقرار في أفق التراجع، باعتبار أن هذا التراجع سيأتي إن شاء الله نتيجة ديال التحكم في العجز ديال الميزانية. كذلك على المستوى ديال الحساب الخارجي اللي في البداية قلت أن الرقم المرجعي الذي انطلقنا منه هو 9.7%، اليوم نهاية ديال 2014 5.8%، وفي 2015 سنعود إلى 3.3%. والنتيجة الإيجابية لهذا الأمر أن ديك المنحدر السلبي اللي كان في الاحتياطيات في كون الاحتياطيات تتراجع، احتياطيات ديال الصرف، اليوم خذينا منحة إيجابي، اليوم الاحتياطيات ديال الصرف توفر للمغرب ما يعادل 5 شهور و11 يوم من الواردات من السلع ومن الخدمات، 22 مليار ديال 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 الدولار. والمحصلة النهائية لكل هاد اللوحة ديال النتيجة ديال هاد الإصلاحات أن تواتر مجموعة من التقارير الدولية التي تتحدث عن الاقتصاد الوطني بطريقة إيجابية، باعتبار أن المؤشرات تحسنت، ولكن باعتبار الأساسي في هذا التواتر ديال هذه التقارير باعتبار أن الإصلاحات التي أدت إلى تحسن هذه المؤشرات
كانت إصلاحات هيكلية وحقيقية سواء على مستوى المالية العمومية أو الاقتصاد الوطني أو تحسين المناخ الأعمال. المجموعة من التقارير سواء فيما يتعلق بالتنقيط ديال المغرب من طرف مؤسسات التنقيط تعتبر أن الآفاق ديال المغرب مستقبة، التحسن ديال الترتيب ديال المغرب على مستوى مناخ الأعمال وسهولة الأعمال، التحسن ديال ترتيب المغرب على المستوى ديال الحرية الاقتصادية وديال الآفاق الاقتصادية ديال بلادنا. إذن في النهاية أيها الإخوة والأخوات، أعتقد أنه بفضل الله سبحانه وتعالى تمت انطلاقا من وضعية معينة، تمت القيام بالإصلاحات اللازمة بمنهجية واضحة عنوانها الأساسي مرة أخرى هو المسؤولية واتخاذ القرار اليوم وليس التأجيل. ثانيا، اعتماد التدرج في الإصلاح. ثالثا، اعتماد التعاضد في الإصلاح واقتسام هذه الكلفة ديال الإصلاح. ورابعا، الأخذ بعين الاعتبار ما أمكن مواكبة هذا الإصلاح بالإجراءات اللازمة التي يمكن أن تلطف آثاره على بعض الفئات الاجتماعية التي لا يمكن أن تتحمل هذا الإشراء هذا يعني تبعات هذا الإصلاح. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.